بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بسم الله ميعادنا مع المحاضرة التامنة من كورس الأوتوكاد. هنتكلم النهارده عن 3 أوامر جداد: الأونلاين والزوم والفايند أند ريبليس. تعالى نبدأ نشوفهم كده ونتكلم عليهم واحد واحد. أول أمر، لو أنا مثلا عندي ريكتانجلر زي ده مستطيل بالشكل ده وعندي خط تاني الناحية دي، انا عايز امسك المستقيم المستطيل ده احركه واخليه موازي لهنا. يعني ايه؟ يعني عايز امسكه واخليه بالشكل ده يبقى موجود هنا كده اهو بنفس ابعاده. هعمل ايه؟ هعمل امر اسمه الاين، اختصاره ايه؟ ال انتر. ايه ال انتر؟ تمام كده. بيقول لك سيلكت اوبجكت، فين العنصر اللي انت عايز تختاره؟ انا عايز ده اهو، بعدين انتر. specify first source point، النقطة اللي أنا عايز أمسكه منها، أنا عايز أمسك دي وأحطها على ده، فهمسك دي. بعدين أنت عايز أحطها فين؟ عايز أحطها هنا، تمام. وبعدين همسك من هنا وأقول له تعالى هنا، وبعدين أدوس على third point. yes. تاني إيه اللي أنا عملته ده؟ specify al enter، بعدين اخترت العنصر انتر، بعدين فيرست سورس بوينت، ادي النقطة اللي انا همسكه منها في الاول، تمام. حطها فين؟ حطها من الناحية دي. طيب بعد كده النقطة التانية اهي، حطها فين؟ من الناحية دي، تمام. وبعدين عايز تمسكه من مكان تالت، ممكن امسك من مكان تالت، ممكن ادوس انتر واللي هي كونتينيو على طول. يعني لو بصيت هنا الاقي سبيسيفاي ثيرد سكند بوينت، امسك من نقطة ثالثة واعلم عليها برضو زي ما عملنا في النقطة هنا والنقطة هنا، او كونتينيو. اي حاجة بين الشكل ده، شكل العلامة دي، لو دوست انتر اعمله على طول، هدوس انتر كونتينيو. طيب بيقول لك ايه؟ سكيل اوبجكت بيزد اون الاينمنت بوينت، يعني السكيل هيتغير. يو سيز او نو، تمام. جاب شالها من مكانه وحطها الناحية دي. طيب ادي كده الامر الاول، امر الاين والخاص بتوازي ان انا اجيب اي حاجة ويعمل لها موازي كده، تمام. الامر ده ممكن استخدمه مثلا في رسم الاعمدة، لو عندي شطرة كده وعايز اخلي الاعمدة متوازية ليها استخدم امر الاين. بعد كده الامر اللي بعد فيه امر الزوم، التقريب والتباين. دلوقتي انا عندي مثلا شكل زي كده، ممكن اخش عليه زوم كده، اقرب زوم ان، وممكن ابعد زوم اوت، تمام. دي طريقه من السكرول، بجيب العلامه اللي في النص، علامه الكروزر اللي في النص، وابتدي اقرب منها وابعد في المكان اللي انا عايزه. يعني انا عايز اقرب على الحته دي، فاجيب هنا عليها الماوس عليها واعمل زوم اهو، واعمل زوم عليها اهو، تمام. دي طريقه زوم ان او زوم اوت. حاجه ثانيه، اختصار الزوم، اختصار الزوم زد انتر، تمام. بيقول لك ايه بقى؟ عندي اول وسنتر ودايناميك وسنتر، عندي حاجات كتير قوي. مثلا لو انا عايز اعمل زوم لكل اللي موجود في اللوحه، عايز اقول له اعمل لي زوم لكل حاجه موجوده في اللوحه، هدوس اي انتر اكستند، عمل لي زوم، شايف كل اللي موجود عندي في الرسمه وعمل لي زوم عليه، جابه لي كله في الشاشه بتاعتي، تمام. لوت موجود فين؟ ممكن ادوس تكتين على السكرول، هضغط على السكرول تكتين اهو، عمل لي زوم اكستند. طيب يبقى ده اول حاجه من الزوم، زوم اكستند وزوم ان وزوم اوت، تمام. بعد كده عندي ايه زوم تاني؟ عندي حاجه اسمها زوم ويندو. يعني ايه زوم ويندو؟ زد انتر زوم واختار ويندو دبليو انتر. انا عايز اعمل زوم مثلا على الحته دي، ايه عامل كده ويندو، عامل شكل كده للمنطقه بس اللي انا عايز اعمل لها زوم اهو، وهو عامل زوم عليها، تمام. ده بالنسبه لزوم ويندو. في ايه تاني من الزوم؟ في حاجه اسمها بان. ايه بان دي بقى؟ ده امر غير الزوم. بان ان انا اعمل شكل الايد ده واشد اللوحه بتاعتي. هعمله ازاي؟ هتك على زوم، على سكرول اللي هي البقره، تك على البقرة واشد، او ممكن حرف البي، بي فور بن، هي البي انتر، وابتدي اشد منها عادي. طب تمام، يبقى دي كده بالنسبة للزوم والبند. طيب زوم والبند، البند
بعد كده تعرف احنا كنا خدنا امر قبل كده، امر اسمه الدي تي اللي هو امر الكتابة، امر التكست. اخترت اول نقطة والطول والزاوية، يكون زاوية مستقيمة، وهكتب مثلا اي حاجة. تعالوا نكتب ايجيبت مثلا، ايجيبت انتر. تمام، كتبت ايجيبت. بعدين تعالوا نكتب ايجيبت بس نكتبها غلط. طب تكتبها غلط ليه؟ هقول لك. بس دلوقتي اكتب دي تي انتر اهو، حدد النقطة، الارتفاع، الزاوية، واكتب ايجيبت، اي جي واي وبي تي. تمام، تعالوا بقى نستخدم امر اسمه فايند اند ريبليس. اكتبه ازاي؟ اكتبه كامل، اف اي ان دي فايند. افتح لي القايمة دي. بيقول لك فايند وات؟ انت عايز تدور على ايه؟ انا عايز ادور على حاجة اللي اسمها ايجيبت. تمام، قال لك هنا ايه؟ هو عمل سيرش عليها وقال لك ذا سيستم هاز فينيشد سيرشن ذا درون، ان خلص البحث عليها. لقى واحد بس، وان ماتش فاوند، لقى حاجة واحدة، دوس اوكي اهو، لقاها اهو. تمام، ادي اهو ايجيبت، لقاها مرة واحدة بس، لقى مرة واحدة. تمام، اللي احنا كاتبينه. طيب حاجة تانية، لو انا عايز مثلا عايز ابدلها، عايز اغيرها، بدل ما ايجيبت مثلا هقول مصر اهو، وادوس انتر، هاي بدلها. تمام، عايز تقول ريبليس، هدوس هنا ريبليس عشان يبدلها، غير ايجيبت اهي وخلاها مصر. تمام، دي حاجة. طيب ده كده بالنسبة لفايند اند ريبليس. تمام، دوس دون. طيب عندي امر تاني، امر خاص بتصحيح كتابة كلام. يعني مثلا كلمة ايجيبت دي احنا كاتبينها غلط، انا عايز اخلي البرنامج يدور عليها لوحده ويصلحها. تمام، اسم الامر ايه؟ اسمه سبيل، اس بي انتر. وبعدين انت عايز تدور في ايه؟ قول له ستارت كده، هو هيبدأ يدور على الكلمات اللي غلط، لقى كلمة اللي هي زي مصر. تمام، كلمة مصر دي مكتوبة غلط، ممكن نخليه يعدلها. طيب خلينا نشوف حاجة تانية غير مصر، انا عايز اخليه يشوف ايجيبت. دور تاني لقى ايجيبت اهو، قال لك دي حاجة تانية اهي، ايجيبت مكتوبة غلط، وده السجست، ده التصحيح ليها، يعني دي غلط وده الصح. عايز يغيرها قول له شينج، ومن هنا بيجيب الدايكشنري لو عايز تبحث بلغة تانية. تمام، يبقى ادي هنا ايجيبت مثلا، هنقول له شينج سبيكينج تشيك كومبليت، غيرها ويكتبها صح، دوس كلوز كده، غيرها وكتبها صح. ده امر سبيسي. تمام، يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن اربع اوامر. امر الالاين اللي هو خاص بان انا اجيب اي شكل واعمله موازي على ده. طيب تاني امر اللي هو الزوم، اتكلمنا عن الزوم ان والزوم اوت والبان والزوم اكستند والزوم ويندو. بعد كده فايند اند ريبليس، لو في حاجه غلط، حاجه عايز اعمل عليها سيرش، كلام عايز اعمل عليه سيرش، هدوس فايند واعمل سيرش على الكلام اللي انا عايزه. طيب وممكن كمان اغير الكلام ده، ابدله بكلام تاني. حلو قوي. وفي الاخر خدنا اخر حاجة السبيل، اللي هو يبدأ يدور على الكلام اللي مكتوب غلط ويبتدي يصلح. دي الاوامر اللي معانا في الحصة الثامنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.